مرحبا بكم. اجتماع اليوم في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور رؤساء ومثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى مع وزير الرياضة لإيجاد حلول الحد من تنامي مظاهر العنف لدى الجماهير بعد الاجتماع الثابت والأكيد والمتفق عليه، وهذا باش يكون رسمي اللي ما فماش ويكلو في الفترة الجاية، خاصة بعد الكلامات اللي صارت الفترة الأخيرة والتقارير اللي جات كونه ربما يتم العودة للويكلو، لكن ثابت والأكيد أنه ما فماش ويكلو في الفترة الجاية. أيضا من مخرجات الاجتماع كونه تقريبا ثم توجه باش تكون العقوبة ما تكونش باش تكون العقوبة ما تكونش جماعية، اللي يخطئ كفريق أو كشخص من الجمهور هو اللي يتحمل المسؤولية ويتعاقب. إدارة النادي الإفريقي تفعلت لأول مرة في ملف الجدل القائم حول إثارة هلال الشاب ضد رئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي، ونشرت إدارة النادي الإفريقي بلاغ على صفحتها الرسمية على فيسبوك وتقول أنها ارتأت للصمت بحكمة والاكتفاء عن وعي وإدراك متابعة وبالخرافات المغرضة والخزعبلات التي تسعى لإهام بغير حقيقة الأمور، هذا حسب نص البلاغ. وتأكد إدارة النادي الإفريقي اللي قررت مواصلة عملها على الميدان وعدم الخوض في أي موضوع أو ملف أمام الهيكل التحكيمية والقضائية مرجع النظر محليا ودوليا. في الهوند نتائج مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس، الترجي تأهل لحساب الملعب التونسي بعد الفوز 34-29، ونابيك سليمان انسحب أمام النادي الإفريقي بعد الهزيمة 28-31. مستقبل مجاز الباب بيعمل إنجاز اليوم بتأهله للدور نصف النهائي بعد الفوز على مكارم المهدية بنتيجة 31-20، وحاليا انطلاقة لقاء النجم الساحلي واتحاد التميمي. من المواعيد اليوم في انجلترا الجولة 25، 8 غرباء نيوكاسل كريستال بالاس، ايفرتون ليستر سيتي، تشيلسي ارسنال، مع 8 مانشستر سيتي برايتون. في اسبانيا 6 اتلتيكو مدريد غرانادا، 7 سيلتا فيغو ختافي، 8:30 وساسونا تلعب ضد ريال مدريد. في ايطاليا 8 اليوم المباراة الثانية في اياب نصف نهائي الكاس، اليوفي واجه فيورنتينا، الذهاب كانوا في التقدم يوفي 1-0. نذكر اللي انتر تأهل للدور النهائي بعد الفوز على حساب ميلانو. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تقع على سيت موزايكا فان بونا.